والمدرب حسين العموتة في البداية. مباراة جدا قوية وقلوبنا كانت معاكم. مباراة جميلة جدا. المنتخب الأردني عكس التوقعات في هذه المباراة، جميع توقع أن المباراة راح تروح لصالح المنتخب الكوري، لكن في النهاية الثلاث نقاط كانت قريبة جدا، وأعتقد النقطة كانت لمصلحة كوريا الجنوبية على اللعب اللي شفناه اليوم. صحيح أنه الكل كان يرشح يعني منتخب كوريا، شيء عادي نظرا للتجربة يعني التي يمتلكها، خاصة يعني التجربة يعني على المستوى العالمي، لكن الحمد لله أنه اليوم المجموعة كانت يعني مركزة بالشكل الجيد. طبعا أنا كنت يعني واثق على أساس أنه غنخلقوا فرص للتسجيل، الحمد لله أنه وصلنا، ولو أنه كنا متأخرين يعني بهدف ليجا يعني ضد يعني مجرى اللاعب، لأنه السرعة ديال اللاعبين يعني الكوريين خاصة يعني في الثلث الأخير من المرمى ديالنا، صراحة أخطأنا يعني يمكن بجزء من الثانية ويعني ارتكبنا ضربة جزاء، لكن الأهم هو القوة الذهنية. لاسترو الفريق ديالنا رجع بسرعة واستطاع أنه يوصل لمرمى الفريق الخصم، خلقنا كم عدد من الفرص، سجلنا، هذا شيء جيد. طبعا يمكن كان بعد التعب، كان يمكن التركيز ديالنا تشتت ما بين الحفاظ على النتيجة أو البحث على الهدف الثالث، مع الأسف أنه تلقات يعني الشبكة ديالنا هدف، لكن أظن أنه نبقى في النقط اللي هي إيجابية، اللي هو يعني تتمة يعني الروح اللي حاضرة والتركيز اللي حاضر والانضباط التكتيكي اللي حاضر منذ مباراة ماليزيا، واليوم يعني أكدناها مباراة يعني كوريا اللي كانت صعبة. فخورين فيكم والله، يعطيكم الصحة والعافية، وأبطال في أرضيتنا. شكرا جزيلا لك.